شارع النار يعني هذا كان سوق معروف يعني عالميا يعني دون استثناء. كانوا سياحة يمرون علينا منها، كانت محلات صحفيات مباع، صياغة موجودة كاملة، ملابس، أنواع الملابس تنباع، أنواع السجاد، أكو معارض موجودة، عندك قاعة الصفاء موجودة كانت هنا يعرضون بها السجاد، الموكيتات، الأنتيكات يشتغلون بها يعني. شارع كان حلو لطيف، العالم كله تمشي به من النظافة مالته، لو تلاحظ استثباعه، يعني شو أقول لك؟ أنت أفهم من عندي بهاي الشغلة، بهاي شارع النار. الصياغة موجودة لحد الآن، بس الصياغة هسه تغيرت مو الأول، لأنه المستورد يدخل من الخليج من اللي هنا، ما هو تو العمالة العمال العراقيين انتهت، اللي يعني شوف اللي انتهت تقريبا يعني. المستورد دخل دمر البلد يعني، الطبقة العاملة انتهت بهذا الشارع يعني. هسه مجرد أنه محلات ومخازن. يعني مو شارع نار، محلات ومخازن. يعني شارع النار كان يبقى للصبح مستمر، الناس تستمر بيه روحها بيه. الساعة سنتين سنتين ونص ما تقدر تمشي بيه بعد، كلها تعزل انتهى ماله. والقذارة موجودة حشاك انت يعني اذا تلاحظها يعني تشوف منين تجي متر. الخدمات يعني رديئة جدا يعني لهذا الشارع. لو تنظر شارع الرشيد بعد نفس الحالة، نسبة الحواجز والعوارض الكونكريتية والدخول ماله صعب. يعني انت شارع النار ما تقدر تدخل بيه بسيارة يعني، الا عندك تجيب يعني موافقة موجودة. يعني اكو نسبة غنى ونسبة فقر ونسبة وسط. المتمكن يشتري يعني يجي يشتري، يتبضع من هنا من شارع النهر، من الشورجة، من السوق العربي، موجودة عنده امكانية يشتري. اللي ما عنده امكانية تقريبا ثلاثة ارباع الشعب العراقي تقريبا وضعيته تعبانة جدا يعني. يعني كلهم تجار ما يعرضون، على التليفون يخابر يطلع البضاعة، ما يخابر ما يعرض، لانه يصير سرقات هنا بالشارع يعني. صارت فعلا يعني يدرون بها كل شيء. صايغ ما يقدر يعرض العمل ماله كله، يعرض شيء بطيء. بعدين ذول كله جمله مو مفرد، كان هنا جمله ومفرد، هسه قليل جمله يبيعون ومفرد. فعندك المحلات جمله، هنا جمله، الاخوان جمله، الاخوان جمله، الناس كل جمله، مفرد قليل يجي منه، لانه توزعت المحلات مال الصياغه بالمناطق الشعبيه وبال مناطق السكنية اللي باقية يعني، أو بالأحياء السكنية موجودة. صياغ بيقول لك أنا عندنا شارع النار، أجي أشتري على مود أشتري من أخوة منا، أشتريها أدفع فرق السعر مالها وأشتريها منه. شارع النهار يعتبر من الأسواق القديمة في بغداد التراثية، بحيث كان الشارع الوحيد في بغداد. يعني ذات تذهب لأي منطقة ببغداد ما تلقى شارع أو سوق مثل شارع النهر، بحيث أي وحدة إذا تريد تتزوج تتسوق من شارع النهر، لأن يعني شارع النهر يضم محلات بها ذهب، صياغة ذهب، ملابس نسائية، كافة الأنواع ملابس نسائية، أحذية، حقائب، يعني أي شيء تحتاجها العروس موجود بشارع النهر. أما في الوقت الحاضر كثرة الأسواق بغداد أثر على شارع النهر، يعني قامت الناس تجي للقريب وبسبب الازدحامات وانتشرت أسواق كثيرة في بغداد، وشوية قل الشغل بشارع النهر، بحيث أصبح أكثر شيء جملة. البضاعة الموجودة بشارع النهر كلها مستوردة، ماكو. كانت قبل احنا كنا قبل داعمين الصناعه الوطنيه، اكو صناعه وطنيه، ملابس، تنورات، قمصان، اكو عراقيه، احذيه، معامل احذيه هسه كلها وقفت بشارع النهر، كلها مستورد. ماكو عندنا هسه يعني قليل، يعني اذا تريد تصور 2% المحلي، بينما المستورد السوق كله مستورد. حتى الذهب، الذهب هسه احنا عندنا، قبل هنا صياغه، هسه الذهب قليل العراقي. يعني الناس قامت ما ترغب تشتري عراقي، الظاهر ماكو سيطره نوعيه عليه، ما اعرف يعني بالنسبه للذهب. اما الملابس لا، مستورده، عندنا التركي، الصيني، هاي من دول جنوب شرق اسيا موجوده. والله قبل كان احلى، كانت اكو سياحه، مثلا اكو رواد يجون من كل العالم، هسه قلوا هذه الفتره يعني، شويه خوف عندهم، الناس ما تقدر تجي، الوضع الأمني ما قاعد يساعد.
والله اكثر شيء كانوا صياغ والبسه والتحفيات متحفيات والاثريات يدعون يعني هذا التقليد ما تقليد كان رواد اجانب هواي يجون عليه. هسه لا ضعفت بس محلات مال ذهب صارت ومحلات مال الالبسه. شارع النهر يعني اقدم شارع هنا بالرصافه بالباب بالرشيد، يعني كان كل العوائل تتبضع منه، الاعراس اللي عنده مناسبه، صياغ مال ذهب، ملابس نسائيه، يعني كان شارع حيوي، العوائل كانت ما تزور غير هذه المنطقه. هسه شويه تعبت الحركه وضعف الشارع بسبب ظروف البلد والتجارات وحتى العوائل قامت تخاف تطلع، يعني اي منطقه تجاريه او مزدحمه اي مول مزدحم يصير به انفجار، يصير به هاي الامور، فخلت العالم بعد تخاف تطلع، يعني هذا الشارع كان ما تقدر تفوت به، ما تقدر تمشي به من كثره الزحمه مالته، حتى يعني كان هسه تحول تقريبا نص الرياضه كان كله ملابس نسائي وصواغ مال ذهب وشغلات كلش حلوه، كانت هذا عالم الطفل هنا يجون ياخذون مال الاطفال، فشيء كلش حلو، هسه الحركه كلها ماتت، مو بس بشارع النهار. الرشيد باب الشلجي كل هسه الحركه ماتت بسبب هاي الظروف التعبانه، بسبب هاي الانفجارات والشغلات هاي التعبانه بهذلونا والله. والله هي هاي الشغلات مال السياسه والانفجارات هي هاي الشغلات، يعني العالم قامت تخاف تطلع. يعني هسه العوائل قامت تروح مثلا مناطق شويه مسدوده، شويه مناطق مطلوبها سياره، سمت الكاظميه ينزل وين يلا يوصل. يعني تخاف من الانفجارات والسيارات والامور هاي. يعني خاصة هسه باب الشرج كم انفجار صار؟ ذاك يوم مول النخيل فجروه. مول المنصور هسه مهدد، يعني اربع اشهر حتى ما يصير هي الوضعية الثرثرة وهاي راح يصير انفجار راح يصير كذا، تخلي العالم تخاف تطلع. يعني ما حد مضحي بعائلته اليوم على مود يجي ياخذ له قطعة. والله هي اكو متوسط واكو دون المتوسط واكو الامور عدلة. الناس المتريشة امورها عدلة بصراحة ما بقت بالعراق، كلها سافرت وهاجرت. ما دام عنده ما بقى هنا، بقى هنا بس المتوسط ودون المتوسط تعبان. العالم اللي ما يقدر مثلا ياخذ عائلته، ما يقدر يسافر، ما يقدر يعيش برا البلد. والما عنده اموره مثلا على الحافه مغصوب مجبور يبقى هنا. يعني لو اكو سيوله قويه والله ما حد يبقى. والله على هالوضعيه هاي ما حد يبقى كان. شارع النهر كان من احلى الشوارع ببغداد. شارع النهر كلش حلو. ولطيف وكان بي يعني المحلات والشغلات هسه اختلفت لان هسه يعني مو مثل قبل ليش ناس ماكو الوضع اختلف الشغلات الامنيه ما مضبوطه.